اهلا بكم مشاهدينا ولقاء جديد في مؤشر النيل. نتعرف معا بالارقام والتحليل على اداء مؤشرات البورصه المصريه والتي عاودت ارتفاعها لدى اغلاق تعاملات الخميس اخر تداولات الاسبوع بعد تراجعها على مدار 4 جلسات مدعومه بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الاجنبيه. وارتفع مؤشر البورصه الرئيس اي جي اكس 30 بنسبه 0.8% ليصل ل 7420.39% نقطه. زاد ايضا مؤشر الاسهم الصغيره والمتوسطه اي جي اكس 70 بنسبه 0.16% مسجلا 360 نقطه. وامتدت الارتفاعات الى مؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا بنسبه 0.11% مسجلا 766.49% نقطة. فيما تراجع مؤشر اي جي اكس 20 محدد الاوزان بنسبة 0.6% ليسجل 7576.8 نقطة. نتحول إلى قائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم، حيث كان قطاع البنوك الأنشط وتصدر القائمة بنسبة 28.6%. تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 18.3%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 17.2%، بينما حل قطاع العقارات رابعاً بنسبة 15.24%. بالنسبة لفئات المتعاملين داخل السوق، فقد اتجه المستثمرون المصريون نحو البيع واستحوذوا على نسبة 74.5% من إجمالي التعاملات، كما اتجه المستثمرون العرب نحو البيع أيضا واستحوذوا على نسبة 6.38%، بينما اتجه الأجانب نحو الشراء وحصلوا على نسبة 19.57% من التعاملات. يأتي هذا في الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون الأفراد نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 32.72% من التعاملات، بحمالة المؤسسات نحو البيع وحصلت على نسبة 67.27% من التعاملات. عن الأسهم الأكثر ارتفاعاً، تصدرها سهم النعيم القابض للاستثمارات بنسبة 6.38%، تله سهم مطاحن شرق الدلتا بنسبة 6.3%، ثم مهد السهم المصرية العربية لتداول الأوراق المالية ثمار بنحو 5.33%، ثم سهم القابضة المصرية الكويتية بنسبة 5.26%. عن الأسهم الأكثر انخفاضاً، تصدرها سهم الوادي للاستثمار السياحي بنسبة 9.4%، ثم سهم العبوات الطبية بنسبة 8.7%، تله سهم القاهرة للخدمات التعليمية بنسبة 6.11%، وحل رابعاً سهم دلتا للإنشاء والتعمير بنسبة 5.62%. هذا وقد ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 1.4 مليار جنيه ليصل ل 399.1 مليار جنيه، وبلغ حجم تداولات 443.7 مليون جنيه. للمزيد من التحليل والتوضيح حول أوضاع البورصة المصرية اليوم ينضم إلينا في استوديو نيل الأستاذ محمد رضوان خبير أسواق المال. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بك. اسمح لنا أن نبدأ عملية التحليل ومطالعة أهم الأخبار عن عالم المال اليوم، ولكن بعد هذا التقرير. إلى التقرير. بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب، تماسكت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات الخميس آخر تداولات الأسبوع، وأغلقت على ارتفاع وصفه محللون بالطفيف بعد 5 جلسات من التراجع. وصعد مؤشر الرئيسي جي اكس 30 بنسبة 8% عند مستوى 7420.4 نقطة. وبالمثل ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 16%، وزاد اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 11%، وارتفع رأس المال السوقي بنحو 1.4 مليار جنيه ليغلق عند 399.1 مليار جنيه مقابل 397.8 مليار جنيه عند إغلاق جلسة الأربعاء الماضي. وبلغت قيمة التداول بدون الصفقات والسندات 43.8 مليون جنيه عبر التداول على 133.6 مليون سهم. وشهدت الجلسة ارتفاع 65 سهما وتراجع 45 سهما، فيما لم تتغير قيمة 38 سهما.
واتجه التعاملات الأجانب للشراء بصافي 20.6 مليون جنيه، بينما اتجه المصريون للبيع بصافي 10.8 مليون جنيه، كما اتجه العرب أيضا للبيع بصافي 9.7 مليون جنيه. وقال محللون ماليون إن أداء البورصة خلال الجلسة جاء كرد فعل للتراجع الشديد خلال الجلستين السابقتين لتغلق على ارتفاع طفيف، وأضافوا أن السوق يحتاج جلسة أخرى للتأكيد على ارتداد الأعلى. ويرى آخرون أنه في حالة عدم اختراق مستوى 7500 نقطة سيميل الاتجاه إلى الهبوط خلال الجلسة المقبلة. عودة لاستوديو الدين، واسمحوا لنا أن نبدأ عمليات التحليل والتوضيح لأوضح أوضاع البورصة وعالم المال اليوم مع ضيفي وضيفكم الأستاذ محمد رضوان خبير أسواق المال. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بك. يمكن أحدث الأخبار يعني لسه واصل حالا هو أن البنك المركزي قرر رفع سعر الفائدة معدل 1%. أريد أن أسمع تعليقك على هذا الخبر. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. الأول الخبر ده بالنسبة للبنك المركزي، هو احنا شفنا الخطوة دي عملها في شهر 3 اللي فات، قدر ان هو يعلي النسبة بتاعته بنسبة 1.5%، ما كانتش 1% كمان، بقى الفايدة بتاعتي على الإقراض وعلى المنحة وعلى الإقراض وعلى الدخل 10.75 و11.75، دلوقتي عليت 1% بقت 11.75 و12.75. الكلام ده يخلينا بس يعني الأرقام دي الأرقام دي غير مسبوقة. للأسف يعني احنا دلوقتي بنعاني من عجز موازنة كبير جدا. عجز الموازنة ان انا اعمل ازود سعر الفايدة بتاعتي على العملة بتاعتي، فمعناها ان انا بضغط على الحكومة مرة تانية وبزود العبء بتاعي على الديون بتاعت البلد اللي هي هتصب في الآخر على الميزانية بتاعت الدولة. دي حاجة. الحاجة التانية، هو ممكن يكون بيفكر ان هو بيرفع سعر الفايدة بس لمواجهة الانفليشن او التضخم اللي حصل، اللي احنا دلوقتي داخلين في مستويات كبيره برضو جديده اول مره نشوفها بقالنا فتره طويله. طيب ايه الفرق بين رفع سعر الفايده دلوقتي وسعر الفايده اللي رفعه في شهر 3؟ ان شهر 3 كان سبقه وعمل حاجه تخفيض سعر الجنيه تمام بنسبه حوالي 15%، كان خد اجراء اقتصادي في اجراء اقتصادي يعني السياستين سندوا بعض، يعني سياسه ان هو يخفض من سعر العمله دي حاجة، وان هو يرفع سعر الفايدة دي حاجة، فظبط الدنيا شوية. فما احنا نفسنا او الاقتصاد والبورصة وكل الاستثمارات ما حسيتش بالحتة بتاعت سعر الفايدة ان هو زاد تمام، وبدأت تستثمر عادي في الماركت عادي جدا. حصل تحرك طبيعي لانه كان احساس ان الدنيا بتتظبط. بالظبط ان احنا دلوقتي الراجل بيفكر ان هو عمال يقرب الجاب او الفجوة السعرية اللي ما بين السوق الموازية والبنك المركزي والسعر الصرف اللي موجود في البنك، بان هو يعمل يخفض سعر العملة علشان يحاول يقرب الدنيا شوية. لما يقرب الدنيا شوية المستثمر اللي بره لما يجي استثمر، انا جاي استثمر النهاردة في بلد، لما اجي استثمر في البلد دي هشوف العملة اللي انا جاي بيها هي الدولار. طيب الدولار ده في البنك بكام وفي السوق الموازية بكام؟ لو هم قريبين من بعض يبقى البلد دي ما فيهاش مشكلة في الدولار، فانا هقدر استثمر بكل بساطة واقدر اسحب فلوسي في اي وقت. لكن بقى المشكلة بقى في ده، هل محافظ البنك المركزي استاذ عامر هل هيعمل ديفاليويشن تاني او خفض لسعر العملة تاني؟ ده ممكن نشوف، ممكن يحصل الايام الجاية يعني. متوقع. ولكن ممكن هو كان بس حاطط شروط معينة، للحتة دي. لما زود في شهر 3 كان قال ان هو مش قبل شهر 5 على ما ان هو يقدر يزود، دي حاجة. والحاجة التانية ان هو لازم يشوف الاحتياطي النقدي بتاعي وصل ل 25 مليار، احنا دلوقتي بنتكلم في 17.4 مليار. طبعا هو ده الصافي يعني، بس طبعا مش كلها عملة ومش كلها ادوات زي الذهب والحاجات دي تمام. على الرغم ان هو كان زاد من نهايه يعني خلال شهر 4 وصولا لنهايه شهر 5 كان في زياده في الاحتياطي 0.5 مليار. اي نعم رقم ضعيف بس احنا بنتكلم ان في زياده، في حاجه كويسه بتحصل بالنسبه للاحتياطي النقدي اللي يهمني في الوقت الحالي على الاقل. طيب انا دلوقتي بدور على استثمارات تخش البلد واقدر المستثمرين اللي موجودين سواء في البلد او مستثمر خارجي يجي يشتغل في البلد، يعني يجي يحط فلوس في البلد يحطها في استثمارات. لما انا اجي النهارده اشوف العائد على الاستثمار كاستثمار، يعني مثلا فتحت مصنع او فتحت حاجه او حطيتها في البورصه مثلا وبتعمل لي عائد ماكسيمم مثلا 10%، يعني لو هنتكلم مثلا على البورصه بتحقق مثلا عائد
من 9 لـ10% مثلا، لما اجي ابص للبنك الاقيه بيديني 12% دلوقتي، 12.75 او 11.75، فطبيعي مليون في المية ان انا لا شكرا، انا هسحب الكاش بتاعي او السيولة بتاعتي من اسواق المال او الحاجات اللي فيها مخاطرة عالية بحطها في الملاذ الامن اللي هو حاجة ما فيهاش مخاطرة. دي حاجة، ده في حاجة تانية اكتر، يعني ان انا لما بزود برفع سعر الفايدة بتاع العملة بتاعتي، الناس بس المفروض تبقى عارفة ان سعر العملة لما بيزيد هو بيزود قدامها قابليه المستثمر ان هو يجري يشتري العمله. بيشتريها عن طريق ايه؟ عن طريق ادوات الدين اللي هي زي السندات واذون الخزانه. يعني انا متوقع، احنا متوقعين جدا خلال الفتره اللي جايه ان احنا نشوف اذون الخزانه والسندات اسعارها بتعلى. مقابل ايه؟ مقابل ان بيحصل دروب في او مشكله وتراجعات في الاوراق الماليه، لان الفلوس هتخرج من هنا بتخش هنا. قطاعات كتير ممكن يحصل فيها مشكله، الا اذا في حاجه احنا ممكن مستنيينها مثلا الاسبوع الجاي ولا حاجه. يعني ايه حاجه احنا مستنيينها؟ حاجه مستنيينها الاسبوع الجاي، يعني حاجه تسند القرار ده، يعني نشوف حاجه ايه جديدة. ايه بقى يعني اللي مثلا عظيم، ايه اللي يسند القرار ده؟ يعني مثلا احنا بنتكلم بقى لنا فتره بنتكلم على ان صندوق النقد الدولي المفروض ان احنا مستنيين في قرض المفروض يجي لنا من صندوق النقد الدولي. بالظبط. تمام. طيب القرض ده نبص له من انهي ناحيه؟ مش هنبص من ناحيه ان هو ده بقى عبء جديد على الاعباء المضافه على ميزانيه الدوله. لا، مش هنبص للحته دي، هنبص لحته تانية خالص بعيده شويه، ان المستثمر الاجنبي لما بيجي بيبص على دوله ويشوف مكان زي صندوق النقد الدولي ادى لدوله معينه فلوس او قرض، معنى كده ان هو شايف ان الدوله دي تقدر واثق في اقتصادها، انه قادر على انه هيقدر يرد، هيقدر بالظبط يدفع على الاقل الفوائد بتاعته بصفه دوريه عادي جدا، فيقدر في الحاله دي ان هو يقدر يجي يستثمر في بقى. دي ناحيه من النواحي الايجابيه في صندوق النقد الدولي. غير كده يعني مفيش استثمار، يعني في حاجات دلوقتي عقود بدات تتعمل ومشاريع بدات على الارض بتتعمل، بس انا علشان اشوف العائد بتاعها. ايوه، الاقتصاد عمليه طويله الاجل. ما هي عمليه طويله الاجل، بس اكيد بتبقى في حلول، يعني اكيد بتبقى في حلول وقتيه، حلول ميديوم تيرم على الاقل، او حاجه متوسطه الاجل. يعني اقدر الحق نفسي، مفترض ان يكون في حلول قصيره الامد تعمل معاها اقتصاديا، وحلول طويله الامد. ما تعملش تعمل يعني كله على اللونج تيرم. لا، طبعا انا هشتغل على المدى الطويل، يبقى انا مش هشتغل خالص. انا برضه عايز ابص للقيمه اللي رفع بيها المركزي الفايده، وهي 1% مره واحده. ما بص للبنك المركزي الامريكي، بشوفه بيرفع بالواحد من عشرة، وبيقعد يفكر مدة طويلة جدا في النص، في رفع النص. تمام. 1% دلتها ايه؟ بصي، اقول لحضرتك حاجة، طبعا يعني ان انا اقارن الولايات المتحدة او الاقتصاد بتاع الولايات المتحدة الامريكية، انا ببص في آلية التفكير. آلية التفكير، ف يعني زي ما بقول لحضرتك كده، هو هنا انا عندي معدلات التضخم عليت بدرجه كبيره جدا. فهو بالنسبه له كسياسه نقديه ما عندوش حل خالص غير اللي هو باي بوك، يعني زي ما الكتب بتقول ان انا عندي الانفليشن او التضخم بيزيد، عايز تعمل ايه؟ نحلها ازاي؟ اول حل واسهل حل، ارفع سعر الفايده. ارفع سعر الفايده هتعمل ايه؟ هتسحب الكاش من السوق، والكاش اللي في ايد الناس اللي بيشتروا بيه ويرفعوا الاسعار، يعني بيزودوا الطلبات على السلع كلها. لا خلاص، الناس لما تشوف انها بتشتري حاجات وفي الاخر بتترمي مثلا او بتتركن، لا طب ما انا احط فلوسي وتجيب لي عائد، يعني تجيب لي عائد كويس معها محترم يعني. لكن بالنسبه لامريكا، يعني احنا لو بصينا لامريكا وبصينا اليابان برضو، يعني الاثنين كانوا امبارح في نفس الوقت، والاتحاد الاوروبي، كل الحاجات دي بدات تثبت، وفي ناس بتعمل بالماينس دلوقتي. تمام. الناس دي ليه بتثبت؟ لان معدلات، لو بصينا للانفليشن بتاع امريكا، هو هم الناس بتتكلم ان هم لغايه 2017 ماكسيمم ممكن يوصل ل 2% 2.1 من 10. فالرقم هم مستريحين جدا بالنسبه له، بالرغم من ان مؤشرات الاقتصاد عندهم زي ما كانت يالن امبارح بتتكلم في المؤتمر بتاعها ان هم عندهم مشاكل. يعني هم معترفين جدا، انا عندي مشاكل في البطاله وعندي مشاكل اقتصاد العالم كله بيواجه مشكله. معدلات النمو هم العالم كله بالفعل معترف بيها، يعني لو كان مع الاتحاد الاوروبي معترف بان في معدلات نمو بطيئه جدا وبتتباطأ كمان اكتر. يعني علشان اشوف حاجه، الناس بتتكلم يعني مش قبل 2018 عما الدنيا تبدا تتظبط شويه. يعني هو توقع الحكومي انه يكون في زياده في رؤوس الاموال في البنوك، نتمنى ده. لكن يا ترى تاثير ده على البورصه ايه؟ على البورصه زي ما قلنا من شويه، ان انا برفع سعر الفايده، فده بيجذب المستثمر ان هو بيروح اوتوماتيك على ان هو يشتري العمله، مش